لا ماشي باغا نبين خرجي حوايج دابا. دابا خاصني دابا اليوم دار شي اليوم مولات الدار عطاتني يومي عطلبوها الجيران، المفروض نخرج انا نهار 15، قول عطاتني 3 ايام ولا شنو، فهمتي دابا كيفاش تساعدت معايا؟ عطاتك يومين قول ما عرفت مورا 15 يومين باش تقلبي. لا ماشي باش نقلب، ما عنديش باش نكري، ما عنديش انا دابا ولدي قلت ليه كري لينا تما في السوالم وخليني نجيو تما كاينه نتجمعوا كاملين ونمشي انا نخدم في دوك الشركات تما كاينه، واخا لا ما دخلوا حيت ما دخلونيش انا مشيت لدوك الشركات في السوالم فاش كنا قالوا لي العمر 50 عام ما ندخلوكش، كندخلوها 38. واخا سمح لي واحد الدقيقه عافاك مشاهدي قناه شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم في هذا المباشر. القصه ديال هذه السيده هي وربعه وليداتها اللي وقعت لها كيف ما كتقول، او حياتها تبدلات، حياتها تدمرات بسبب راجلها. مازال راجل دابا واخا مزوج هو، واخا ما مطلقش ما مطلقه ما والو. يعني نتمنى منكم انكم تبارطاجيو هذا المباشر، يقدر يوصل شي واحد اللي قادر يعاون هذه السيده هي وليداتها اللي ربعه وليداتها اللي مازالين صغار مازالين كيقراو يعني في ريعان الشباب ديالهم. هذه السيده مشاهدينا الكرام كانت في ليبيا معززه مكرمه، كانت خدامه ميسوره بخير وعلى خير هي وراجلها وليداتها. راجلها جابها من ليبيا للمغرب، في الاخر كيسمح فيهم كيخليها واحله دابا مع الكرا الطامه الكبرى، هو راه مشى تزوج مره اخرى وخلاهم واحدين بين الكرا بالمصاريف بالمصاريف المعيشه بزاف الامور اللي وقعت لهاد السيده. يعني قبل ما نبداو تعاود لينا رقم الهاتف ديالها هو 07 78 16 39 70، اي واحد قادر يعاون ولو غير بالقليل ولو غير كلمه طيبه فهذا هو الرقم وحنا نسمعوا تفاصيل المشاهدين. السلام عليكم. شنو وقع لكم؟ جابني انا كنت عايشه انا ولادي مزيان في ليبيا، واخا الاحداث واخا كل شيء ماشي بحال هذا الشيء، ما كنتش واحله حتى في حاجه، حتى الليبيين مساعدين معانا ماشي ما واحله لا فكرها لا في التموين لا في الدراسه لا في حتى حاجه ما واحله فيها. وجابنا هنا طمع ليا في الفلوس اللي انا خدمت فيهم، الناس كتخدم خدمه في ليبيا انا كنخدم ثلاثه وربي ما غيضيعنيش، انا عارفه ربي ما غيضيعنيش، لكن دابا انا مشرد انا ولادي من دابا 3 سنين ولا 2 سنين من العام ديال كورونا، ومشيت ليه الوكيل وصيفطوا ليه الجندارم وهو هربان ومشى عند وحده. قال لك جي ليبيا ما فكرتش نجي من ليبيا ما فكرتيش ولا شويه انا كتقولي لي لا؟ قلت ليه لا. قال لك لا والو تبعوني كاملين ما يمكنش كلكم غتمشيو ليبيا. قال لي لا حق غنمشي ناخذ حقي الورث، غناخذ الورث وغنشري لكم تما وغنسكنكم وغندير لكم. واش انا من 94 والده معاها 4 عباد الله دابا 30 عام ولا شنو؟ وانايا الويل اللي شفت معاه على قبل ولادي صابره باش ما يتشتوش، وفي الاخر منين جابني هنايا خدا كلشي دا ما خلاني ما تمشيت نخدم على ولادي ما لقيتش كيفاش نوكلهم كيفاش نخلص الكرا. ملي جيت لهنا هذا هو قيسو قبل ما يتبدلوا تقريبا من 2018 حتى لهذاك العام ديال كورونا. هذاك العام ديال كورونا 2020 ولا 2019 ولا شي لا انا عارفاه غدار انا عارفاه مدير، ولكن انا صابره على قبل ولادي كنقول انا ما غيغدرش ولاد حيت والده معاه 4 راه عندي 25 البنت ومشات حتى هي باغا تخدم وما كاينش كيفاش، وعندي 20 وعندي 18 الدري وعندي هذا الدري الصغير هو 13. انا مشكله دابا البيت بزز بزز بس كيشكيليو لي الناس الا لقيت كيفاش نخلص، كيقولوا لنا انتم دابا 5 ما يكريوش لينا. شحال كاري؟ كاري دابا ب 14 وما بين الماء والضو كتجي ديك 4000، ما بين الجيران كيجينا بزاف غالي. كنخلص تقريبا ديما 18 ديما. صعيبه منين غنجيبها؟ راه ولدي هو اللي شاده تما في السوالم هو اللي كيصيفط لينا باش يخلص لينا. انا دابا ما خلاش الدري يكري لينا في السوالم، قال لي لا ما تخليهمش يجيو يسكنوا هنا معاك في السوالم. علاش؟ باش يبقى مستغلو هو في الكراج مع صاحبه. ولكن هو باش ما يقراش والو. دعيت ومشيت ليه للسيد الوكيل، مشيت ليه للسيد الوكيل، وسيد الوكيل بصح يعني عرفوا فهموا مخلويض فهم انهم قلت لهم راه واقع. السيد الوكيل ديك الساعه صيفط برا السلاح جودان ومشاو ليه الجندارم وهو هرب هو وياها وغبروا. واش هو تزوج؟ تزوج بالخو انا هاد الشيء. لا 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 ما وكاري ليها ماشي كاري ليها، مسكنها في بارطما راهن ليها بفلوسنا، راه ليها بارطما في برشيد. انا دابا عاد باش جبت الخبار راه ليها وكي ما نقولش لك كيفاش معيشها برزقي وبرزق ولادي بفلوسنا، احنا بفلوسنا عباد الله بفلوسنا بفلوس ولادي وانا مشرده
ومشكل ما بقاش فيا انا راسي، بقى في ولادي، كون عاد تشوفوا ولادي وتشوفوا، وكون خلاني عافي ليبيا، كون خلاني عافي ديك الرحمه ديال ليبيا، يدي كلشي، يدي كلشي ماشي مشكل، يخلي لي ولادي، يخلي لي ولادي ونعيش في ديك الرحمه ديال ليبيا اللي بين من الله يعمرها دار، اللي بين ما كيخلوني محتاجه حتى لشي حاجه. هو لا هو عيط لبنتي قال لها صافي راه تكاتب تقولي لماماك صافي. هما بقى فيهم الحال لكن انا حسيت براسي فكني الله لانه هو راه صعيب هو صعيب. يا ربي يا ربي يا ربي حسبي الله ونعم الوكيل فيه، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. انا صافي مابقاش دابا كنحس بعقلي مشى ليا، مابقيتش قاده، مابقيتش قاده على الضغوطات كلها، مابقيتش قاده بزاف عليا. يدي ولادو يشدهم كيف ما معيش هذيك، يدي ولادو، يدي ولادو يعيشوا معاه. انا ما عنديش، ما عنديش ما نوكلهم، ما عنديش كيفاش نسكنهم، ما عنديش، ما خلانيش في ليبيا بعدا باش كندير ميردي على ولادي والليبيين معاونيني تما، ما عنديش الصعوبات تما، تما ما عنديش الصعوبات، انا الصعوبات عندي هنا. سولتك الحاجه اللي خاصك تفرحك هي تفرح وليداتك شنو هي؟ على الاقل، على الاقل شي واحد على الاقل يلقى لينا دابا فاش نسكنوا، وباش يشوفوا، يشوفوا لنا كيفاش نرجع لليبيا. هذه هي اللي كنت نتمناو انا وولادي، كنتمناو انا وولادي دابا نرجعوا لليبيا، نعيشوا، نعيشوا فيها، نبقاو فيها تنموتوا تما. هذا اللي كاين 07-73-16-39-70. لا بالعكس مرحبا، حنا كنتمناو رضا شي شهود الخير، عارفين قلوب الخير ان شاء الله ما غردوكش، بيدك خاوين باذن الله. حوايجك دابا في الزنقه، كلشي في الزنقه الله محمد. الله يدير شي شهود خير يعني مشاهدينا الكرام. هذا الشيء اللي سمعتوا راه قليل وقليل وقليل وقليل، كنتمنى انكم تزيدوا عافاكم تبارطاجيو هذا المباشر. التعاطف اللي كاين في التعليقات يكون على ارض واقع، والرقم راه كاين في التعليقات، كاين كذلك في العنوان هو 07-73-16-39-70. الله يدير شي شهود خير، وان الله يحسن يا ربي.